التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، وهكذا ينطلق شوطنا العاشر في تعداد اشواط هذا اليوم ضمن انطلاقات التمهيدي العاشر المرافق لمهرجان سمو ولي عهد دبي في هذا اليوم. هذا الشوط الخاص بالابكار اللقاية، المهجنات الاصاليه الانطلاقه سليمه وموفقه نتمناها لجميع المشاركين. دائما كل الشكر لنادي دبي والاجانب القائمه بالعمل والتنظيم في ارضيه ميدان سيف العرب على هذا التنظيم الرائع الذي دائما نشاهده في ارضيه هذا الميدان وفي كل ميادين مدينه دبي. نسير الى مقدمه الشوط ونتابع الصداره. وفي المقدمه الاولى وفي المركز الاول عندنا اللي مسيطرة أمامكم، هذه الآن مخزون لسعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي اللي سيطرت على المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني أرى القادمة في هذه اللحظات. سلام لعمر بن عبد الله بن مطر بن حاته، الاكتبي يأتي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه من حاشة عمير بن عبد الله بن محمد الغفلي، أما في المركز الرابع تتقدم اللي هي هجر حمد بن سهيل بن خميس الشامسي، بينما في المركز الخامس الله يلي منطلقه هناك هادي هداد ومحمد بن احمد بن سعيد بن منان، سلاله هداد مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس وراغب اللي قادمه شواهين محمد بن سعيد بن صالح الغوشري الزرعي ياتي على المركز الخامس، بينما في المركز السادس وراغب اللي هي صواب خالد بن يابر بن عبد الله الحربي، بينما في المركز السابع مخزون حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، وفي المركز الثامن من الجانب الاخر هذه مشاهدين الاعزاء وصلت وتقدمت اللي هي اندار حمد بن احمد بن قنون الفلاسي. المركز التاسع اللي دخلت هذه مشاهدين الكرام لمحه محمد بن علي بن سعودي الاكتبي، بينما في المركز العاشر جمير محمد بن عزيز بن محمد قادم على المركز العاشر. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء، نتيجتنا للعشر المراكز الأولى فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى، وهنا على المقدمة وعلى الصدارة وعلى البداية الأولى هذه مشاهدينا الأعزاء مخزون سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي يقدم لنا مخزون على مقدمة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني أرى القادمة أرى اللي واصلة على المركز الثاني هذه مشاهدينا الأعزاء أندار حمد بن أحمد بن قنون الفلاسي، بينما في المركز الثالث اللي قادمة هذه صواب خالد بن يابر بن عبد الله الحربي مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز واصلة لمحة محمد بن علي بن سعودي الاكتبي مع المركز الرابع المركز الخامس اللي قادمه جميرة محمد بن هزيم بن محمد قادم على المركز الخامس. هذه مراكزنا أيها الأخوة الكرام، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية الأولى.
هذه مشاهدين الأعزاء غيرت أنذار، أنذار حمد بن أحمد بن قنون الفلاسي، الفلاسي راح إلى الفوز، راح إلى الانتصار، يبحث عن شوط المهجنات، يبحث عن شوط المهجنات. المركز الثاني بالسعودي، بالسعودي مع لمحة محمد بن علي بالسعودي الاكتبي. المركز الثالث الجلمود منصور بن سيف بسالمين المنصوري، ورابعا الشامخة لسيف بن سهيل بن كلثم الخيالي. الله، ولكن بسم الله ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء، على هذا الرقص اللي تقدمه أنذار، أنذار حمد بن أحمد بن قنون اللي على المقدمة. الفلاسي راح إلى الانتصار وغادركم، غادركم إلى الفوز، إلى الانتصار مع هذا التحدي ومع هذا الصباح الرائع. بينما اللي قادمه جلمود منصور بن سيف بن سالمين قادم، والأربعمائة متر الأخير المركز الثالث الشامخة سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، الخيالي. لكن خلاص خلاص خلاص، النهاية النهاية والأمتار الأخير، خلاص الأقرب للفوز أنذار أحمد بن أحمد بن قنون الفلاسي، الفلاسي الفلاسي مع هذا الانطلاق الرائع. ولكن أنا الشامخة سيف بن سهيل بن كلثم، بن كلثم ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء الرائع والجميل. تهانينا والناموس للفلاسي على فوز أنذار حمد بن أحمد بن قنون. الفلاسي ينتزع ناموس هذا الشوط، بينما في المركز الثاني وصلت الشامخة لسيف بن سهيل بن كلثم الخيالي. المركز الثالث كان الوصول من الشاهنية خليفة بن الصغير بن سالم الوهيبي. هكذا النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا 7:35. تهانينا والناموس للجميع.